أهمية، شو القيمة يسعى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من غرات أطاس ثم زواروث أني سين النبي صلى الله عليه وسلم أثني سين معرفتنا للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة كبيرة كني فغيلة ومذاني ساعة ثم سني ساعة ثم سني سني مذانا أطاس لدني ثيس وثرثيس ولكن يلها أكثر ما ريسين النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجد تم زورث ناد في سناث النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يترجم الوحي الطاهرة ترجمة عملية أمينة لكن دنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مثل استقصى هشام بن حكيم استقصات في النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق ينس إن يسكان ثنا يسكان خلقه القرآن يعني أين كل ذي الوحي ذي القرآن الكريم تطبيق ينس لبراتيك ينس الجانب العملي أثنى دي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي صفي مهمة جدا مهمة جدا باش هذا نفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أغديفان تمثال الوحي نقطة ثالثة تسأل على قارثاجي فهم الإسلام يعني باش هذي فهم بنادم الإسلام أي مثلا ذين سهلا ولكن ما إلا بنادم يروح رثالة غلعوان صر زديا أدياوي ثموسني الصفان ربي سبحانه يناد في الإسلام يناد اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إذن ربي سبحانه رضي لنا هذا الإسلام دينا باش نفهم الإسلام إلى قنغر السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الفايدة ثايض باش نفهم القرآن وباش نفهم السنة القرآن الكريم إلى مقارن علم من علوم القرآن أسباب النزول يعني ذا شوتنت الظروف لي سيركونستونس من المي يدنزل الآية الفلانية من المي تنزل أكين مثلا الآيات يدنزلن فين يعنان ذو القرنين ساعة السباث الفتية تقعد يسأل في سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى يعني أصحاب الكهف قصة أصحاب الكهف قصة أصحاب الأخدود يعني باش نفهم القرآن إلا قنغر السيرة خطر السيرة أن في داخليس أسباب النزول أسباب النزول وباش نفهم ذا السنة النبوية سواء كانت قولية أو عملية أو تقريرية أو صفة خلقية أو خلقية إلى قنغر السيرة إلى قنغر السيرة لإدراك أسباب الورود ورود السنة أين يعني القرآن ديني أسباب النزول بالميد نزلت الآيات إلى آخره وما إلى ذي الأحاديث ديني أسباب الورود ما هي الظروف التي ذكرت فيها السنة أو وردت فيها أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ند كذلك من غرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن فهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي تغيير المنكر وفي الأمر بالمعروف يسعى المنهج يسعى الميثودولوجي منهجية
أمشي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام دعوة. إلى قسن عانف خطر يا أخي ربي القرآن الناد في سورة النحل الآية 125 إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكي لا تيوري زمان ديني إلى قباد ما يخدم الدعوة الحكمة الحكمة سوى الزيضان الطريقة يلهان الحوار يلهان ديالوج إيه نعم إيه. من بعد الميدان خطر نحوش توجور لا براتيك أكل الشيخ صغارين في لا كولات في كل مكان غاسد يفك لا تيوري مي حوايج لا براتيك غادي يخدم نظرية في الجبر في الهندسة في 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 في, في الكيمياء في الفيزياء أكيد يحوايج لا براتيك ماشي كان لا تيوري. لذلك كنكون ذي المنهج الدعوي أجماعة الخير نحوج والله يا نحوج مليح مليح أمشرا سوض دعوة الحق بالحق إلى الخلق كيف نوصلها إلا بمعرفة المنهج النبوي في الدعوة إلى الله. أمشي سوض دعوة كذلك في تغيير المنكر في الأمر بالمعروف تصفد كل شيء نكوني وكذا الدين سلمان يوم رغد ربي باش انا مرس المعروف وانه في المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. إلا قنا مرس المعروف وننهو في المنكر بون أهث الأمر بالمعروف يسهل خاطر السيدة جماعة الخير لها الخير لها ثكماس لها في ذات لها المعاونة لا تيوري يعني لها إيه المنكر أتسوالي ظل المنكر مش هتكسر. تغيير المنكر أصعب وأخطر من الأمر بالمعروف بيقين. لذلك ابن قيم رحمه الله ابن قيم الجوزية ابن القيم تلميذ ابن تيمية يمسلا يغيد ذكيون المجال الكتب ينس خاصة في كتاب إعلام الموقعين يفقنا غيد ما هي القواعد للراجل قواعد تغيير المنكر. برمي القواعد قيناك أن يكون منكرا بلا اجتهاد منكر يفان الباطل المضرة يفان. برمي الشروط هكي من القواعد إناد ألا يؤدي تغيير المنكر إلى منكر أكبر وإلى قربت ملك المنكر مشطوح المنكر مقران هذه اللي كفري يوفى دا زرو أزرو أن أوبستاكل دا زرو مشطوح أسينا تكسر باش هذا الدين يمذانن أثيكس أنت ما دير ويضم قران أكثر لا ما ينفعش. وبعدين في الأخير كيني خدمة النية صح النية لها ولكن أيضا الميثودولوجي منهجية ربي في حق النبيين جميعا إناد لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا شرعة طريقة مستقيمة مذهب سوي ومنهاجا معنى الأنبياء والرسل الناس ربي لقد سعم المنهج إفكاس ربي المنهج إن جرس دافريد سر السيوظن دعوة نسان. كذلك نفهم منهج النبي عليه الصلاة والسلام في البناء ثورة يمدينا السنظام شارع نفنو الحيض ذاشوك حواجنا نفنو الحيض أكيني حواجا سمان حواجا الرمل حواجا غزال حواجا حواجا مصوص ولا يفنون الماتريال يلا كل شيء يلا ميفنو يد الحيض وكيد الحيض ما ضخم الباتيمون باش تفنو لا تريما الانسان يوعر 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 بناء الانسان اصعب واخطر من بناء العمران. أمشي رد فنوض بنادم متوازن
فاهم لا تتغلغل إلى قلبه الشكوك ولا إلى عقله الشبهات، ويكون صامداً أمام الهجمات، مقاوماً للزلازل والهزات. خطرت لا زلزلة، ماشي زلزال القاع، لا زلزلة تهزنا مذان ميلو ريفنا مليح. أظو ديوسن أثي ديتروي أثي قلع أثي غضل زلزلة إكحاركن أتهود. خطر زلزل اللات الشبهات الشهوات الشكوك إلى آخره، باش بد مثيلي إكيليبري متوازن. أما الشبهات والش إلى آخره، أما ذي الهزات والزلازل المصائب أدغلي كالمصيبة فيون صفدي تزال يتصوزوا ما شاء الله، ولكن يوث المصيبة هي داوي كاو قال آخر. لذلك نغلى النبي عليه الصلاة والسلام أمشي ديفنا الصحابة ذنسي ثني فنان ذنسا الوحي يتنزل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبني الرجال بدءا أما كان تحصن في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. أنشم ذي الغموق أنظرم كي ثني فنو شويت شويت ثني توليه ثني خدم التوازن ذي العقيدة نسم ذي العبادة نسم تعاملهم مع الشريعة في مواجهة الهزات كما قلت والزلازل والمصائب والنوائب إلى آخره. سبحان الله، لذلك ذي الطيق دي تبان ورفيق. أما كان دينار بالقرآن الكريم في حق الصحابة وفي حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وكذا القرآن سبحان الله يخدم ربي يخدم أول زلزلوا ولا شو تسقط بنادم مزلزلة، لكن زلزلة سفغ العقل. أنو نتسقط هذا الزلزلة نتسقط هذا الزلزلة بلا استثناء، وتلاقي جندي من جنود الله يوم ذا جندي ذا مشطوح ذا مشطوح. ربي في القرآن وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا دوز من المحنة اسم سيدي فكار ربي سبحانه، سنذكر موضعها وشرحها في وقت الوقت المناسب. أشو دينا ربي مستهم البأساء بعد الدوز شوية زيادة والضراء وبعدين وزلزلوا زلزلوا كمل الآية حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حاجة في وضصنا الحديث بعد ربي ندم ألا إن نصر الله قريب. إذن جماعة الخير سي قذقي أن أحفظك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.